مدينة مراكش تحتضن منافسات كأس العالم لبرمجة الحاسوب، تظاهرة تتواصل إلى غاية 20 من هذا الشهر وتعرف مشاركة ما يقارب 1300 من الطلبة من مختلف أنحاء العالم. سمية بلعياشي وعثمان التازي. إقصائيات محلية وجهوية شارك فيها أزيد من 300,000 طالب في مجال برمجة الحاسوب، أفرزت 128 فريقا فقط يخوضون اليوم المنافسة للظفر بلقب البطولة. اليوم تحتضن مراكش تظاهرة عالمية على مستوى الإعلاميات، لم يسبق لأي دولة عربية أو إسلامية أو إفريقية أن نظمت مثل هذه التظاهرات التي تجمع تقريبا 1300 مشارك. والحقيقة هذه يعني تجربة باش نحطوا روسنا يعني في المستوى ونشوفوا يعني في المستقبل اش خصنا نديروا باش نتكلاسيفيو كوم الفو، لأن راه تحدي يعني كما قلنا باش كونوا في الاوائل ضمن القائمه نتاع احسن جامعات في العالم، راه مشي سهله، يعني مازال مسائل الامام ان شاء الله. أدمغة شابة وطموحة ستجتهد لإبراز مواهبها وقدراتها في برمجة الحاسوب من خلال الجمع بين الإبداع والابتكار والعمل الجماعي في تصميم برامج جديدة. كاين فرق قوية جدا وعندها يعني تجربة كبيرة في هذا المجال. هذه أول مرة كيشارك المغرب، يعني غادي نحاولوا نديروا اللي في جهدنا باش نحلوا المسائل. هذه المشاركة تضيف لنا بزاف تاع الحوايج، تتيح لنا فرصة باش نتحاكوا مع دوطخ يونيفرسيتي من العالم كامل وون بو كومباري نو نيفو. مشاركة المغرب في المسابقة ستتم من خلال فريقين، يمثل الأول جامعة الأخوين بإفران والثاني المدرسة الوطنية للعلوم التقنية بمراكش.